إلغاء بعض الأحزاب. الدين سيهاجم بالدين. أنا قلقة على النائب عقاب صقر. ليس كل ما أقوله يكون صحيح 100%. في إطلالاتهم المعتادة ليلة رأس السنة هم توقعوا وتنبؤوا واستلهموا على طريقتهم الخاصة مصير الرؤساء والشخصيات والبلد، لتأتي النتيجة إما أبيض أو أسود. لكن لحظة، هل صدقتم تلك التوقعات التي باتت أشبه بالتحليلات السياسية التي يلهوننا بها وكل واحد منهم على هواه؟ رأس السنة بتمر على خير والميلاد على خير، وبطمن اللبنانية أنه رأس السنة على خير والميلاد على خير. الحكومة باقية حتى موعد الانتخابات، والرئيس المئاتي يتحالف مع أطراف كانت بعيدة عنه. أما اليوم فإني أعلن استقالة الحكومة. كنت قايلة لعودة للحريري حالياً إلى الحكومة. نعم. بفترة سابقة. بفترة شو شايفتي هلا؟ شو شايفتي له 2013؟ شايفي مبادرات ومفاجآت من الشيخ سعد الحريري، وأراه على شاشة في وسط بيروت. وحملت حزب الله تحديداً المسؤولية المباشرة عن تفاقم الاحتقان بعد أن قام بخرق كل الأصول والقواعد التي ترعى الحياة الوطنية. كما أرى سترون الوجه الآخر للشيخ أحمد الأسير وعروض لم تروها من قبل. كما أرى محاولة جدية لاغتيال أوباما. الإعلامي مارسيل غانم بيكون كلام الناس. الرئيس سعد الحريري من بيروت بأكثر من مشهد. ونلتقي على كلمة سواء في دولة حقيقية تحكمها المؤسسات الدستورية ولا تعلو فيها أسلحة الطوائف. الرئيس بري رح يعلن أهم المفاجآت البرلمانية، إعلان عدم رغبته برئاسة المجلس إلا إذا نظام الأسد بيطلب مهلة. بريطانيا الأميرة كيت بدوامة الأحداث الشخصية المتلاحقة، ومن بيناتها إثارة بلبلة حول موضوع حملة وسلامة الجنين. أكثر من محاولة لاغتيال شخصية مسيحية سياسية، والشعب يستنفر بإحدى مناطق المتحف. موكب وهمي يتعرض لمحاولة اغتيال، وإشاعات تدور حول شخصية سياسية دينية مسلمة. شيء شبيه بما حدث مع فخامة الرئيس الراحل الشيخ بشير جميل، ولكن لن يكون أحد من آل جميل ضمن المبنى. هل هناك من خطر حول شخص الشيخ الأسير؟ لا 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 لا. فأقول إلى السيد نصر الله أنه يحذر من كل ما يجلب له المخاطر أو يشدد التواجد الأمني حوله. بالنسبة إلى سمير جعجع أقول أنه وبالنسبة إلى حزبه سياسيا هناك استقرار حول المبادئ التي تجمع اللبنانيين ككل.
إذن هيدا جزء من بعض التوقعات، ولكن أنا كمان بتذكر إشي كتير خصوصا مع الشارني اللي كان ضيفي السنة الماضية، اللي قال إنه الرئيس المصري حسني مبارك سيموت، ورأينا أنه الرئيس مبارك خرج براءة، يعني في حكم براءة بحقه وبحق أولاده. كمان قال أنه زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق سيموت، ويعني لحد هذه الساعة هو يعني بعده موجود على قيد الحياة ويعيش على ما أظن في المملكة العربية السعودية. أيضا تحدث عن أمور عديدة، أيضا الزملاء والأصدقاء كان لهم مواقف عديدة، ولكن المغزى من هذا الموضوع هو دائما لماذا يتم التركيز على ما حدث، ويعني ونتاخد دائما بالأمور اللي حصلت بس عند الناس الذين يطلقون التوقعات. لماذا لا يكون هناك نوع من الموضوعية والواقعية، ونخبر الرأي العام الذي يشاهدنا أنه نحن هذا العام أطلقنا 100 توقع. هل 100 توقع اللي أطلقناهن تنخبركم بنتيجتهم آخر السنة، كم توقع صاروا وكم توقع ما حصلوا أو حصل عكسهم تماما. فهذا الموضوع بيضعكم وبيضعنا طبعا بمصداقية أكثر تجاه الرأي العام، ويبعد هذا الموضوع عن المتاجرة وعن التلاعب وعن المنافسة، وعن أنه كمان مثل ما شفنا شحادي من شوي أنه صارت مهني بتطلع مصاري، طبعا مع عدم يعني المقارنة. راح نشوف أيضا اليوم كل حدا بيطلع عباله يعمل منجم أو يطلق توقعات، لأنه كمان صار فيها صارت تجارة، وصارت تجارة منيحة، يعني اللي بيقدر يسوق حاله أكثر بهذا المجال عم بيكون عنده مكاسب مادية كمان كتير كبيرة. لا شك أن هناك من يتمتع بموهبة، من يتمتع بإلهام، من يتمتع ربما بحاسة سادسة بارزة، ولكن في مكان ما المصداقية هي واجب علينا جميعا أن نبرزها للرأي العام.